من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة. من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأغنيات، ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأغنيات. أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في كل أنحاء العالم خلال هذه الساعة التي نقدمها من مصر المحروسة. نتمنى فقرتنا النهاردة تنال إعجابكم، ونحب ننوه في البداية إن إحنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يعني من الساعة 12 مساء للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ولمستمعينا في كل أنحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساء إلى الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة، يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر. ونخصص الفقرة الإخبارية اليوم للتعرف على آخر أخبار فيروس كورونا حول العالم. الصحة العالمية: إصابة نحو 700 ألف شخص في 183 دولة وإقليم حول العالم، فيما تماثل إلى الشفاء 137,900 شخص على الأقل حتى صباح اليوم. والدول الأكثر تضررا حسب إحصائيات صباح الخميس وخلال 24 ساعة هي إسبانيا 838 حالة وفاة جديدة، وإيطاليا 756 حالة وفاة، والولايات المتحدة 460 حالة وفاة. الصحة العالمية تقول: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا، والمكتب الإقليمي للمنظمة يدعو البلدان في الإقليم وخارجه للمشاركة في هذه التجربة التاريخية، ويبدي استعدادا لتسهيل هذه العملية. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الوفيات في عموم البلاد تجاوز 2000، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 120,000. وقبل أيام أصبحت الولايات المتحدة صاحبة أكبر عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في العالم، لكن دول أخرى تشهد نموا سريعا أيضا. وترامب يقول إن الولايات المتحدة أجرت عددا من الأبحاث الخاصة بعلاج كورونا عن طريق بلازما الدم، وقال: توصلنا لنتائج جيدة بالتعاون مع بعض الدول، معربا عن أمله بأن يشكل نقل دم المتعافين وسيلة فعالة في مواجهة الفيروس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن ذروة تفشي الوباء ستحدث خلال أسبوعين، داعيا جميع الأمريكيين للالتزام بالقواعد والإرشادات. وأضاف في الإحاطة اليومية بشأن كورونا إنه من المتوقع أن تصل أعلى معدلات الوفيات في الأسبوعين المقبلين، وأن الحكومة تخطط لتنديد الخطوط التوجيهية حتى 30 إبريل. وقال أيضا إن فرض حجر صحي كامل على منطقة نيويورك إجراء غير ضروري، وأضاف أنه طلب من مسؤول الصحة إصدار تحذير من السفر بدل ذلك، وأن الإجراء يفرض على سكان نيويورك ونيوجيرسي وكونتيكت. الصين تواجه خطر موجة جديدة لتفشي كورونا، والبيانات تظهر أن خلال الأيام السبعة الماضية سجلت الصين 313 حالة إصابة قادمة من الخارج مقابل 6 حالات عدوى محلية فقط. الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يواصل تحدي دعوات المسؤولين الصحيين الذين يتطلعون لمنع التجمعات التي قد تؤدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، وينشر تسجيلا مصورا لنفسه وهو يجمع حشودا محدودة في عدد أحياء في العاصمة برازيليا. ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة لديها بلغ 3904 حالة و114 حالة وفاة، كلها مرتبطة بكوفيد 19. رئيس الوزراء الفرنسي أدوار فيليب يقول إن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب حتى الآن في الحرب على فيروس كورونا في فرنسا، فيما تسابق حكومته الزمن لزيادة عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة وجلب معدات الوقاية. أوروبا تسجل وفاة أصغر مصاب بفيروس كورونا،
حيث توفى مراهق من البرتغال يبلغ عمره 14 عاما بسبب فيروس كورونا ليصبح أصغر ضحايا فيروس كورونا المستجد في أوروبا. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه باستكشاف التصنيع المحلي للمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية التي تواجه نقصا حادا على المستوى العالمي، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلا عن العمل على استكمال أي نقص في المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية في مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية في مصر. نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج تقول: نسعى لإجلاء 1000 مصري عالق في الولايات المتحدة مطلع إبريل. وزير الصحة الكويتي يقول: شفاء 3 حالات جديدة من كورونا، والإجمالي يرتفع إلى 67 حالة، وتسجيل 20 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 255 إصابة. وزارة الصحة السعودية تسجل 96 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1299 حالة، وتسجيل 4 وفيات جديدة، ليرتفع العدد إلى 8 حالات وفاة. الإمارات تعلن عن إنشاء مراكز مسح لفحص فيروس كورونا المستجد من المركبة على مستوى الدولة، وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت السبت تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى 4 إبريل، فيما وصل عدد المصابين يوم الأحد إلى 570. وزارة الصحة السورية تعلن أمس الأحد عن وفاة أول حالة فيروس كورونا تسجل في سوريا، وهي لسيدة توفيت بعد دخولها المستشفى، وتبين بعد إجراء الاختبار أنها كانت تحمل فيروس كورونا. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم، قرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر. يا حضرة، أيوة يا أستاذة، اسمعوني كويس، عندكم فكرة إننا دلوقتي في أخطر مرحلة لفيروس الكورونا، المرحلة اللي العدوى فيها بتوصل لأقصى حد؟ طب حد بلغ حضراتكم إن نزولكم للشارع الغير مبرر هيعرضكم لخطر الإصابة بالفيروس؟ ومش كده وبس، لأ، ده كمان هتتسببوا في مصيبة لأهلكم وكل اللي بيتعامل معاكم، وخصوصا كبار السن هيتعدوا منكم، وبسبب الاستهتار هنفقد السيطرة على الفيروس تماما. عايزين نعدي الفترة الصعبة دي على خير، ونرجع نشوف أشغالنا ونمارس يومنا بشكل طبيعي بكل صحة وعافية. فمن فضلكم حافظوا على نفسكم والزموا بيوتكم، ولازم تلتزموا بالتعليمات، وما تنزلوش إلا للضرورة القصوى، والبسوا الكمامات مع النظافة المستمرة والتطهير. لازم نكون كلنا قد المسؤولية، وربنا يحفظكم. دمتم بخير. دعاء حسن من قلب مصر المحروسة، وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. ودلوقتي جمع عدنا مع الفقرة الدينية، واللي هنتكلم فيها عن أهمية الحفاظ على النفس في الإسلام. فحماية النفس البشرية أمر عظيم في الشريعة الإسلامية، وتفوقت فيه على مكانة الكعبة المشرفة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توجه إلى الكعبة ويطوف بها قائلا: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه، وإن نظن به إلا خيرا. وهناك قاعدة شرعية أصيلة في الدين الإسلامي بتقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ودي معناها ببساطة إن لو في إيدك تفاحة هتاكلها، وفي نفس التوقيت رمى عليك شخص حجر، يبقى لازم تبعد الحجر عنك وتأجل أكل التفاحة. تعالوا نستمع إلى هذا الحديث الديني من فضيلة الشيخ أحمد علي درويش، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الأخوة المؤمنون، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، دين من الله سبحانه وتعالى به علينا، لا نجد نظاما حفظ الإنسانية والبشرية وعرف لها قدرها مثل الشريعة الإسلامية.
فأنت عند الله سبحانه وتعالى غال. لذا المحافظة على النفس أولى وأحب عند الله سبحانه وتعالى من المحافظة على الدين. ومن ذلك أنه لو اضطر إنسان إلى نطق كلمة الكفر مثلا، فله أن يقولها ولا يتأخر عن قولها حفاظا على نفسه. وهنا عبر القرآن بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن تراق دم امرئ مسلم. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شجت رأسه ثم استشار أصحابه في أن يغتسل أو لا، فأشاروا عليه بالاغتسال، فاغتسل الرجل فدخل الماء رأسه فمات الرجل جراء ذلك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. كان يكفيه ضربة من الصعيد يضرب بها الأرض ثم كفيه ثم وجهه. هكذا عبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذا نقول أنت عند الله غالي. جعل ربنا سبحانه وتعالى لك كل ما يقيم صلبك وحياتك. فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى في مسألة النظافة ومسألة المحافظة على الطهارة، أمرنا بالسواك. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أمرنا بالوضوء 5 مرات في اليوم والليلة. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالغسل يوم الجمعة بغسل الجنابة. أمرنا صلى الله عليه وسلم أيضا بحلق العانة وألا تزيد المدة على 40 يوما، إلى غير ذلك من الأوامر الشرعية التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. لذا في هذه الظروف الراهنة نريد أن نقول إن كورونا الذي أرعب العالم والذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به الدنيا بأسرها، هذا الابتلاء لا يعني أننا قوم سوء وقوم بهتان، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلى بأشد منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتلاهم بطاعون عمواس والذي مات فيه صحابة كثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فليس معنى الابتلاء بهذا الوباء أننا أو نأخذه دائما على المحمل السيء، لا، بل نأخذه على المحمل الحسن، أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وأن الله سبحانه وتعالى أعد لنا في شرعنا الحنيف ما نقاوم به مثل هذه الظروف. من ذلك من التدابير الاحترازية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. تخيل أن الله سبحانه وتعالى يحرم مثلا الصلاة في جماعة علينا في مثل هذه الظروف لكي لا نؤذي غيرنا من الناس. حرم علينا المصافحة، حرم علينا الاختلاط، حرم علينا الخروج من بيوتنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أقل من ذلك وهو المطر، أمر أصحابه أن يصلوا في بيوتهم، فما بالك بوباء عظيم مثل هذا. فعلينا أيها المسلمون أن نلتزم بتعاليم شرعنا وأن نعلم قول الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، كذلك أيضا من تسبب في إيذائها أو إماتتها فكأنما أمات الناس جميعا. كنتم مع تعاليم دين الله سبحانه وتعالى في الشرع الحنيف. هيا لنتمسك به، هيا لنجلس في بيوتنا، هيا لنستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تكفنا شر كل ذي شر. اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تؤاخذنا بذنوبنا، نسألك يا ربنا ألا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يا رب، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين مع أخبار خفيفة. أخبارنا النهاردة أخبار جديدة، استمتعوا.
الكنوني، أنا بسمة محمد. وأول خبر معنا النهاردة بيقول سرقة مسدسات أفلام جيمس بوند. قالت الشرطة البريطانية الجمعة إن مشتبها بهم يتحدثون بلكنة دول شرق أوروبا سرقوا 5 مسدسات استخدمت في سلسلة أفلام جيمس بوند، منها آخر مسدس استخدمه الممثل الراحل روجر مور أثناء تجسيد دور العميل 007 من منزل في شمال لندن. وسرقت المسدسات خلال سطو الاثنين من المنزل الواقع في إنفيلد. وتقول الشرطة إن المسدسات غير المجهزة للاستخدام قد تتجاوز قيمتها 100,000 جنيها استرلينيا، أي 122,000 دولار وفقا لوكالة رويترز. وتشمل المسدسات المسروقة واحدا ظهر في فيلم Day Another Day. وقال بول ريدلي المحقق بالشرطة الكثير من هذه القطع فريد من نوعه. وذكرت الشرطة أن الجيران اعترضوا طريق اللصوص الثلاثة الذين نجحوا في الفرار بسيارة. الكلاب تبدأ التدريب لاكتشاف فيروس كورونا. مع تفشي فيروس كورونا الجديد حول العالم بدأت القطاعات المختلفة حول العالم محاربته بشتى الطرق، آخرها لمنظمة بدأت بتدريب الكلاب على اكتشاف المرض بالشم. وبدأت منظمة كلاب الكشف الطبية الخيرية ببريطانيا باختبار عدد من الكلاب لمعرفة إذا ما كان بإمكانها اكتشاف إصابة الشخص بفيروس كورونا عن طريق شمه. ودربت المنظمة الكلاب لاكتشاف رائحة الملاريا والسرطان بنجاح في السابق وفقا لموقع بي بي سي. وسيتم اختبار الكلاب البوليسية المتخصصة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الكشف عن فيروس كورونا بإجراء اختبارات بالتعاون مع جامعة دورهام. وقالت رئيس المنظمة كلير جيست إنهم في مرحلة الاختبارات للكلاب كي يستطيعوا التعرف على رائحة الفيروس بطريقة آمنة، وأكدت قائلة نحن متأكدون من أن الكلاب سيمكنها التعرف على رائحة فيروس كوفيد 19، وإذا ثبت ذلك يمكن استخدام الكلاب لفحص أي شخص بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم أي أعراض. وقالت الطبيبة جيست سيكون ذلك سريعا وفعالا وغير جراحي، وسيتيح لموارد وزارة الصحة المكلفة بأن تستخدم في الأماكن الضرورية بينما تستخدم الكلاب في الأماكن الأخرى. وقال رئيس قسم السيطرة على الأمراض ببريطانيا البروفيسور جيمس لوغان أن الأبحاث السابقة أظهرت أن الكلاب يمكنها اكتشاف رائحة عدوى الملاريا بمستوى دقة أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية للتشخيص. وقالت منظمة كلاب الكشف الطبي إن كل مرض له رائحة فريدة خاصة به. وأضافت المنظمة أن الكلاب يمكن أن تكون جاهزة في غضون 6 أسابيع للمساعدة في تقديم التشخيص السريع. خوفا من كورونا، امرأة بريطانية تتسوق داخل كرة عملاقة. بسبب فيروس كورونا أصاب الجنون والهوس العديد من البشر، والذين باتوا يخشون من الفيروس ولا يمكنهم البقاء في المنزل طوال الوقت، حيث لجأ الكثيرون إلى أمور غير واقعية لحماية أنفسهم من الفيروس، وهو ما يظهر في تصرف سيدة دخلت متجر بهيئة غريبة. فبحسب صحيفة The Sun فإن امرأة بريطانية دخلت متجرا وهي داخل كرة جيربينج في محاولة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. كرة جيربينج هي كرة شفافة عملاقة يمكن للشخص دخولها وتستخدم لإحدى الرياضات، حيث تظهر المرأة البريطانية وهي داخل الكرة وتقوم بشراء الطعام حيث يتبعها أحد العاملين بالمتجر ويقوم بتعبئة ما تريده، حيث قالت إنها تحاول عزل نفسها بهذه الطريقة من الفيروس. المتسوقون في المتجر انتابتهم الدهشة من هذه الطريقة للتسوق، بينما كانت المرأة التي تدعى تريسي تتدحرج في المتجر. فاشونيستا كويتية تثير ضجة بغرفة سجائر زوجها. عرضت الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد التي تزوجت قبل 10 أيام من حفيد الملياردير عبد اللطيف السراف غرفة سجائر لزوجها في منزلهما، وهو ما جلب عليها هجوما وانتقادات حادة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. ووثقت فوزة عبر حسابها في سناب شات غرفة مخصصة لمختلف أنواع السجائر الباهظة الثمن والمعتقة والتي يعود تاريخ بعضها إلى عقود سابقة، متحدثة عن أنواعها وطريقة حفظها والأجهزة الموجودة في الغرفة والتي تحافظ على برودة ورطوبة معينة لتحفظ السجائر من التلف،
وأكد الفاجونيستا أن هناك علب سجائر في الغرفة لا يستطيع الناس مشاهدتها في أماكن عامة، ويعود تاريخها إلى عقود سابقة. إضافة إلى رسومات لساعات وسيارات، قالت إن زوجها يوصي برسمها من قبل محترفين، ونفت الفهد تشجيعها التدخين من خلال عرضها غرفة السجائر، مبررة إن هذه هواية زوجها وتحترمها، وأرادت فقط مشاركة جمهورها هوايته. وتسبب المقطع المتداول في جدل بين ناشطين عبر تويتر، فمنهم من اتهمها بعدم الإحساس بالمسؤولية في ظل انتشار فيروس كورونا، وآخرون اتهموها بالمباهاة بالثراء الفاحش بعد تزوجها من حفيد الملياردير. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. أعزائي المستمعين، اليوم سأحدثكم عن واحدة من الرائدات المصريات التي كان لها بصمة في تاريخ العلم، فهي أول عالمة ذرة مصرية وعربية، هي الدكتورة سميرة موسى، التي ولدت بمحافظة الغربية في 3 مارس عام 1917 لوالد يحتل مكانة مرموقة بين أبناء قريته نتيجة عمله بالتجارة. أبصرت النور لتجدها ضمن عائلة كبيرة تتكون من 6 أخوات وأخوين. كان والدها يؤمن بأهمية التعليم في تشكيل شخصيات أولاده، وما أن شبت سميرة حتى أبدت تفوقا في القراءة والكتابة. ولم تكد تنهي مسيرتها العلمية الأولية في مدرسة قريتها حتى حمل والدها لواء الهجرة إلى القاهرة حتى يلتحق أبناؤه بمدارس القاهرة. وبين جنبات حي الجمالية وفي أكثر أحياء القاهرة أصالة وعراقة، نزلت الأسرة بمنطقة قصر الشوق. تتلمذت سميرة موسى على يد رائدة نسائية حملت بعضا من اسمها، وأثرت كثيرا في مسيرة تحرير المرأة المصرية، وهي السيدة نبوية موسى، أشهر المناضلات ضد الاستعمار. كان لهذه التلمذة أثرها البالغ على الصبية الصغيرة، فشبت متمسكة بكرامتها لا تلهث وراء أموال طائلة أو عروض خيالية، مؤمنة بأن العلم ليس تجارة تباع وتشترى. أظهرت سميرة موسى نجابة علمية جعلتها محط أنظار أساتذتها، فنالت الشهادات وحصلت على الجوائز، ولعل أشهرها ما قامت به أستاذتها نبوية موسى حين أسست لها أول معمل علمي في مدرستها، كما أنها قامت بصياغة كتاب الجبر الحكومي لتسهيل لغة الرياضيات الجافة لأقرانها من الطالبات. أصرت سميرة موسى على الالتحاق بكلية العلوم بالجامعة المصرية، وهناك التقت بأستاذها الدكتور علي مصطفى مشرفة، الذي آمن بقدراتها العلمية فتبناها علميا وفكريا، حتى حصلت على درجة البكالوريوس من كلية العلوم، وكانت أول دفعتها مما أهلها لتكون أول معيدة بكلية العلوم جامعة القاهرة، برغم اعتراض الأساتذة الإنجليز آنذاك على تعيينها. كان العالم آنذاك يجتاز مرحلة عصيبة ممثلة في الحرب العالمية الثانية، وفي هذه الفترة كانت سميرة موسى تعكف على إنجاز رسالة الدكتوراه التي كان موضوعها عن تأثير الأشعة السينية على المواد المختلفة. ثم سافرت إلى بريطانيا لدراسة الإشعاع النووي. كانت سميرة موسى تؤمن بأن السلاح النووي يمكن أن يؤدي إلى إرساء سلام الأقوياء في المنطقة العربية دون إملاءات من الغرب، كما دعت إلى عقد مؤتمر الذرة من أجل السلام الذي شارك فيه كبار علماء الذرة في العالم آنذاك، كما أنها كانت تسعى لاستخدام الذرة في المجالات الطبية مثل علاج السرطان وغيره من الأمراض المستعصية. حصلت سميرة موسى على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عام 1981 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وفي يوم 15 أغسطس عام 1952 وفي أثناء عودتها من زيارة معامل نووية في ضواحي كاليفورنيا، كان قرار الموساد بالتخلص من سميرة موسى، حيث انحدرت سيارتها لتهوى بها في عمق منحدر جبلي، وانتهت الحادثة بوفاة سميرة موسى شهيدة العلم، لكن علمها وأبحاثها لا تزال تتحدث عنها. شكرا لكم مستمعينا، مع أرق تحياتي أميرة مدحت. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، مع نهاية شهر مارس بيذكرنا يوم 30 مارس بوفاة مطرب من أهم مطربين في تاريخ العالم العربي، حليم أو العندليب الأسمر،
وغيرها من الألقاب اللي اشتهر بيها رمز الرومانسية في العالم العربي كله. عبد الحليم حافظ ولد عبد الحليم شبانة بالشرقية عام 29، يتيم الأب والأم، وأصيب بمرض البلهارسيا في فترة طفولته. حليم ما كانش بس رمز للرومانسية، ده كمان رمز للأغنية الوطنية، وكمان كان رمز للعروبة في أغانيه اللي بتدعو للعروبة، وأشهرها مشاركته في أوبرات الوطن الأكبر. حليم اللي اتولد يتيم وعاش طفولته في ملجأ، انطلق بعد كده في فترة شبابه علشان يصعد بسرعة للأضواء ويحقق تغيير كبير في الأغنية العربية. وكانت البداية شهرته مع أغنية صفيني مرة اللي غناها في القاهرة سنة 1953، وتحديدا يوم إعلان الجمهورية في مصر علشان تحقق نجاح كبير. وبعدها انطلق حليم في طريقه وبدأ المنتجين يختاروا الأدوار البطولة، وكانت أول أفلام حليم اللي اتعرضت هو فيلم لحن الوفاء مع المطربة شادية، وحقق وقتها الفيلم نجاح كبير. بعدها فترة قصيرة اتعرض فيلم تاني وكان بطولة جماعية بينه وبين الفنانة القديرة فاتن حمامة والفنان القدير عمر الشريف، وهو فيلم أيامنا الحلوة. الخمسينات كانت فترة نجومية حليم السينمائية، وده لأنه قدم مجموعة من الأفلام، ومن أشهر الأفلام دي أيام وليالي اللي قدمه مع الفنانة إيمان واللي غنى فيه أغنية أنا لك على طول. كمان من أشهر الأفلام فيلم الوسادة الخالية مع الفنانة لبنى عبد العزيز، واللي يعتبر من رموز السينما الرومانسية العربية، وأيضا فيلم شارع الحب مع المطربة صباح واللي كان بيضم عدد من الأغاني الرائعة. لكن في الستينات قلت أفلام حليم، وده بسبب إصابته بمرض البلهارسيا اللي اكتشفوه الأطباء عند حليم سنة 56، لكن ده ما منعش أنه قدم عدد من أشهر الأفلام، ومنها فيلم الخطايا سنة 1962 مع الفنانة نادية لطفي والفنان عماد حمدي. كمان سنة 1967 قدم فيلم معبودة الجماهير مع المطربة شادية، وكان آخر أفلام حليم هو فيلم أبي فوق الشجرة قدمه سنة 1969، وكان بيعاني بشدة من المرض، وده أدى لتوقف تصوير الفيلم أكتر من مرة. وفي عام 1973 قدم حليم مسلسل واحد في الإذاعة، وهو أرجوك لا تفهمني بسرعة مع الفنانة نجلاء فتحي والفنان عادل إمام. عبد الحليم غنى في مئات الحفلات أمام آلاف الناس، وظل ينتج أغاني وقصائد، وظل يعمل ويبدع حتى آخر لحظة. تدهورت الحالة الصحية لحليم لدرجة إنها وصلت لتليف في الكبد، وبعد إجراء 61 عملية اشتد عليه المرض وتوفي في لندن يوم 30 مارس عام 1977. لم يكن خبر وفاته خبر عادي، وشيع جثمانه في جنازة ليس لها مثيل، حيث حضر جنازته أكثر من 2.5 مليون مصري. وانتحرت العديد من الفتيات بعد وفاته حزنا على عندلبهم الأسمر الذي فقدوه، ولكن صوته سيبقى إلى الأبد. بشكركم جدا، الحلقة الجاية أكون معاكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات ساعة من القاهرة. أرق تحياتي أرسلها لكم من القاهرة رنا صوم. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، زي ما بدأنا فقرتنا مع الزميل العزيز محمد عمر في فقرة الأخبار، بنختم فقرتنا النهاردة برضو مع الزميل محمد عمر، بس المرة دي هنقدمه كمطرب مش كمذيع. زميلنا محمد عمر عامل أغنية جميلة عن الأم، ودي بمناسبة عيد الأم اللي احتفلنا بيه في مصر من أيام، واللي بنحتفل بيه في 21 مارس من كل سنة، أغنية أمي يا أغلى الغاليين، من كلمات الشاعر مدحت عاصم وألحان المايسترو حمدي صالح، ومن غناء زميلنا محمد عمر. وكل سنة وكل أم بخير. وفي نهاية حلقتنا النهاردة بنتمنى لكم جميعا الصحة والعافية، ونحب نفكركم تاني انكم تاخدوا بالكم من نفسكم، ومفيش داعي للخروج من البيت الا للضرورة، وخليك في البيت الايام اللي جاية علشان تحافظ على نفسك وعلى اسرتك وكمان على بلدك. وادعوا معانا ان ربنا يرفع عنا الوباء ويكشف الغمة، وتنتهي ازمة كورونا دي في العالم كله على خير، وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، ونتقابل دايما على أثير إذاعتنا الحبيبة ومن خلال برنامجنا ده على خير. وفي النهاية يا رب تكون فقراتنا عجبتكم النهاردة، ولو عايزين تسمعوا حاجة معينة أو معلومة أو أغنية أو فيلم أو مسرحية، أو لو عندكم أي استفسار أو سؤال، ابعتولنا على طول على صفحة البرنامج على موقع راديو صوت العرب من أمريكا،
وهنكون دايما معاكم ونلبي لكم كل طلباتكم. يا رب دايما تكونوا مبسوطين معانا، ونشوفكم على خير مع ساعة من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وبكده نكون وصلنا بيكم إلى نهاية فقرتنا ورحلتنا النهاردة، وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله. ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضاء أجمل الأوقات، مع تحيات فريق عمل ساعة من القاهرة: محمد عمر، محمد صبري، صوفيا حاتم، دعاء حسن، بسمة محمد، شموع شكري، رنا عصام، وأميرة مدحت ويدار. وهذه أرق تحياتي، كان معكم من القاهرة مجدي فكري.